جلسة اجتماعية بدأت تتداركها الجمعية الخيرية في لبنان في ظل انعدام قدرة الدولة على مساندة العائلات المحتاجة التي تزداد أعدادها يوميا. وفي الآونة الأخيرة انطلقت حملات كثيرة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا، آخرها حملة الإغاثة الغذائية لمساعدة 50,000 عائلة لبنانية. جمعنا 95 جمعية، أعطونا لائحة 95 لائحة بشكل 50,000 عائلة. تأكدنا من كل العيال لحتى ما يكون في ازدواجية، عملنا اللوائح يعني لوائح رسمية مع أسماء مع كل عائلة، بنعرف أدراسها نمر التليفونها لنتأكد أنه وصلهم الأكل. يضم صندوق المساعدات أكثر من 15 نوعا من المواد الغذائية الأساسية المشترى من مزارعين لبنانيين، أضيفت إليها أنواع كثيرة من بذور الخضروات مع منشور يشرح طريقة زراعتها والاهتمام بها، وكل ذلك بهدف دفع هذه العائلات نحو التنمية الغذائية المستدامة. 50% من الإنتاج هو من مزارعين لبنانيين، وأنا كان لي الشرف اشتغل بهالحملة وتعرف على مزارعين لبنانيين بيزرعوا عدس بيزرعوا حمص، هول زراعات ما بنعرف أنه موجودة بلبنان، في كتير ناس بيشتغلوا وبيسترزقوا منها، عم نشتري النتاج تاعهم إضافة للمربى إضافة لزيت الزيتون لحتى ندعمهم يستمروا بأرضهم وندعم هالقطاع الزراعي. تغطي حملة اللبناني ما بين سخيو 351 منطقة في لبنان بمساعدة الجيش اللبناني الذي نقل هذه الحصص الغذائية إلى المناطق، ويتوقع القائمون على الحملة الاستمرار في تقديم المساعدات إلى عائلات أخرى ما دامت تصل إليهم التبرعات. أكثر من 1,200,000 عامل مياوم بات ظروفهم أسوأ من ذي قبل. في المقابل خطط الدولة الإغاثية تكاد تكون معدومة ولا تكفي. من هنا تأتي هذه المبادرات لتحاول تعويض ضعف إمكانيات الدولة من جهة ومد يد المساعدة والوقوف إلى جانب بعض هذه العائلات من جهة ثانية. من المتن الشمالي ليلى خليل الغد.